إذا مع آخر تمرين في الامتحان الوطني واللي كيتعلق بالدرس ديال الميكانيك. إذا عاوتاني نفس الحاجة، كتبنا هنا أهم المعطيات ديال التمرين باش نجاوبو مباشرة. إذا بعد قراءة التمرين كنمشيو للسؤال الأول اللي هو حدد المعادلة التفاضلية التي يحققها الأفصول إكس جي طبعا بتطبيق القانون الثاني لنيوتن. أول شيء غنديرو جر القوى، جر القوى يخضع الجسم اس ل شنو هما عندي بي وزنه ثم اف قوى الاحتكاك ولا تيسر. شنو هو القانون الثاني ديال نيوتن؟ مجموع قوى خارجيه يساوي ام ا جي. ما هي القوى اللي عندي؟ عندي بي وعندي اف. إذن هي P زائد F تساوي M A G. شنو هو الإسقاط ديال F على المحور X؟ هو زيرو. الإسقاط ديال F على المحور X هو ناقص F تساوي M A G. ممتاز. ولا هي M A M A G تمام. إذن شنو غادي نلقاو هنايا؟ غتولي عندي ناقص F على M هي A G. هما بغاو بدلالة X يعني التي يحققها الموضع X. إذا هاد أ غنكتبها بدلالة X اللي هي غتولي دي أو كاري إكس على دي دي أو كاري تساوي ناقص F على M. ناقص F على M جوج واحد. ما هي طبيعة الحركة؟ جي إذا هي حركة مستقيمة متغيرة بانتظام فوقاش ما كان عندك تسارع يخالف صفر الحركه متغيره بانتظام. حساب اجي تسارع ديال الحركه. اذا شحال كتساوي ا؟ لقيناها قبيله هي ناقص اف على ام. ناقص اف على ام شحال هي اف؟ هي 70. اللي هي ناقص 70 على 70 اللي هي ناقص 1 متر بار سكوند او كاري. سؤال 3-1 يمر المتزلج من ا بالسرعه 25 متر بار سكوند ويقطع المسافة AB خلال مدة زمنية اللي كتقدر ب 4.4 ديال الثواني. بين أن المتزلج لا يمكنه تفادي السقوط بعد الموضع B. يعني قال لك بين لي أن المتزلج راه ما يمكنلوش ما يطيحش فاش كيفوت النقطة B. يعني هو دابا غادي من A حتى B ومن بعد B كاينة واحد الهبطة بحال هكا. قال لك بين لنا أنه ما يمكنلوش يتفادى السقوط. يعني خاصني نحسب ليه السرعة ديالو ونلقى أن السرعة ديالو راه كتخالف صفر. يعني يكون سيرتو في هاد النقطة يعني السرعة ديالو تكون كتخالف الصفر. غنحطو المعادلة عادي وغادي نجاوب. شحال هي في بي؟ هي أ تي بي زائد في أ هي المعادلة ديال السرعة عادية. وغنحطو الفقرات ديال الدرس مباشرة. في بي هي شحال؟ أ تي بي هي شحال هي أ؟ لقينا هي ناقص واحد مضروبة شحال هي تي بي؟ هي 4.4 زائد في أ اللي هي كالكيلاتريس ناقص 4.4 زائد 25 غنلقاو 20.6 غادي نلقاو 20.6. إذا المتزلج لا يمكنه تفادي السقوط بعد الموضع بي. حنا حسبنا السرعة ديالو عند الموضع بي لقيناها 20.6 متر بار سكوند. يعني راه مايمكنليش يتفادى السقوط حيت بي آخر نقطة بي جات في الحافة ديال المسار ديال. اذا مع تحديد القيمه ديال تي بي كتلاحظوا معايا انه هنا عندنا المعادله الزمنيه هي اكس جي كتساوي في بي في تي. اذا لدينا اكس جي اللي كتساوي في بي مضروبه تي. حنا عطاونا هنايا القيمه ديال اكس بي اللي هي 16.48 يعني انه اكس بي هي في بي مضروبه في تي. تي بي حنا شنو بغينا؟ كنقلبوا على تي بي. إذا تي بي هي شحال؟ هي إكس بي مقسومة على
VB XP 16.840 مقسوم على VB اللي حسبنا قبيلة لقينا هي 20.6 تطبيق العدد هي 16.140 مقسوم على 20.6 هي 0.8 سكوند. ثم آخر سؤال اللي هو تحديد قيمة في بريم بي اللي هو خصنا نجدو السرعة في بريم بي إلا كان غادي يطيح هذه النقطة هذه. غادي نستعملو كذلك المعادلة الزمنية لدينا إكس شي هي في بي مضروبة في تي. علاش كنقلبو؟ كنقلبو على في بي. إذا في بي هي إكس بريم ديال بي على تي. بشحال هي إكس بريم ديال بي؟ هي 18. تي بي اللي حسبنا هي 0.8. يعني إذا غلطتي في هذا السؤال غنمشي لك السؤال الاخر كذلك. نشوفوا السرعه اللي غتمكنوا باش يطيح في 18 مترو. اذا 18 مقسومه على 0.8 هي 22.5. اذا في بي بريم هي 22.5 متر بار سكوند. إذا كان هذا هو الجزء الأول ديال التمرين ديال الميكانيك. نشوفوا الآن الجزء الثاني. إذا مع الجزء الثاني ديال التمرين ديال الميكانيك واللي كيتعلق بدراسة مجموعة متذبذبة. نشوفوا السؤال الأول. أعطونا بعض المعلومات، أعطونا المعادلة ديال إكس والمعادلة ديال السرعة، ثم قالوا لنا نحددوا تي زيرو إكس إم وفي عند اللحظة صفر. إذا أول شيء باش كنبغي نحدد هاد تي زيرو وإكس ماكس وفي كندير شويه ديال الرياضيات وخصني غير نكون فاهم المراحل ديال الدرس مزيان وغادي نقدر نجبد هاد لي بارامتر كاملين. مثلا فيش شنو كندير؟ كنمشي للمعادله ديال اكس وكندير عندما تؤول تي الى زيرو كنعوض تي بزيرو وكنلقى القيمه ديال في اكس ماكس على حساب النوعيه ديال التمرين ولا على حساب المعطيات اللي عندي. كذلك تي زيرو نفس الشيء. اذا اول شيء غادي نحاولوا نجبدوا القيمة ديال إكس ماكس وردوا معايا البال مزيان اللي ما فهمش نقول لكم ديروا بوز وتعاودوا هاد الشيء مرة أخرى ولا يمكن لك دير بوز ودبز معاها فقها إلا ما وحلتي بها عاد دير بلاي وكمل شوف معنا التصحيح. إذا نقول لدينا إكس دو تي هي شحال؟ إكس ماكس كوسينوس دو بي على تي زيرو في تي زائد في. دابا انا هاد اكس باش نحولها لفي شنو خاصني ندير ليها؟ خاصني ندير ليها الاشتقاق، يعني خاصني ندير ليها المشتقه بدلاله الزمن. يعني غتولي المشتقه ديال اكس هي في اكس ماكس الوزع القصوي هو قيمه ثابته غتبقى لي غير المشتقه ديال الكوسينوس. شنو هي المشتقه ديال الكوسينوس؟ مثلا قلت لك شنو هي المشتقه ديال كوس ا اكس زائد بي؟ شنو هي؟ هو الوسط بريم. شنو هو الوسط بريم؟ هو ا حيت بي عدد ثابت و ا عدد ثابت و اكس متغير. اذا كنت تحسب لي ا اكس زائد بي بريم، بي بريم زيرو، ا اكس بريم هي ا، يعني الوسط بريم مضروبه في المشتقه ديال الكوسينوس كامله. شنو هي المشتقه ديال الكوسينوس كلها؟ عندي السينوس الكوسينوس، المشتقه ديال الكوسينوس هو ناقص سينوس. اذا ناقص سينوس ديال ا اكس زائد بي. اذا غادي نطبقوا نفس الحاجه هنا. اذا اول شيء غادي ندير ناقص مضروبه فاش ديك العدد اللي حددتيها هو الوغ دو بي على تي زيرو مضروبه فاش سينوس ديال دو بي على تي زيرو تي زائد في. دابا انا عندي جوج ديال الحاجات، عندي التعبير ديال في عدديا وعندي التعبير ديال في حرفيا. ها هو التعبير العددي اللي عطاونا هو هذا والتعبير الحرفي اللي حنا لقيناه هو هذا. غادي نديرو المماثله، غادي نقولو بالمماثله بين هذه بين واحد واثنان نحصل على بالمماثلة بين واحد واثنان نحصل على. اش كتعني بالمماثلة؟ يعني في هي في تساوي هي تساوي هاد ناقص 0.25 راه هي هاد القيمة هذه بالضبط. هاد السينوس هو هذا، هاد الشيء وسط السينوس راه كيساوي هاد الشيء. هذه هي المماثلة، إذا في الحاجة الأولى غتكون عندي ناقص 0.25 كتساوي ناقص إكس ماكس دو بي على تي زيرو. إذا ناقص 0.25 تساوي ناقص إكس ماكس على تي زيرو مضروبة في دو بي. ولا ناقص إكس ماكس دو بي على تي زيرو. دو بي على
تيزيرو مزيان. حاجه اخرى شنو كاين عندي وسط السينوس هنايا؟ عندي غير دو بي ياك، وهنايا شنو عندي؟ عندي دو بي على تيزيرو، عندي دو بي على تيزيرو. اذا هنا غنمشي ناقص مع ناقص، شنو غيبقى ليا؟ غتبقى ليا حنا كنقلبوا على اكس، اكس ام. اذا اكس ام شنو هي؟ هي تي زيرو اللي لقيناها غادي فوالا، غادي نكتبو تسحبي العدد ديالها بعدا هو الاول ياك. تي زيرو نضربها في صفر ناقص 25 مقسومة على دو بي، وهنا شنو غتساوي؟ تي زيرو غادي تساوي نيشان غتساوي واحد. إذا درنا القاعدة ثلاثية واحد سوفون، إذا هنا إكس ماكس شنو هي؟ هي واحد مضروبة في صفر فاصلة 25 مقسومة على دو بي. انتبهوا خاص الكالكيلاتريس تكون برا ديالها، ردوا ليها البال الله يرضي عليكم. هنايا تي زيرو هي واحد سكوند، غادي نديرو تطبيق العددي. إذا هي صفر فاصلة 25 مقسومة على دو بي، دو بي فهي 0.039 تقريبا 0.04 تقريبا، هذه متر، اذا تقريبا 4 سنتيمتر. هذا هو الوسع، يعني داك النابض كنجبدو حتى كيفو حتى كيوصل للحد ديال 4 سنتيمتر عاد كنطلقو. باش كنطلقو كيرجع بواحد القوة ديال الاتجاه وكيبقى الى كيمشي وكيجي حتى كيثبت في البلاصه ديالها. اذا بقات لينا القيمه ديال في، طبعا بالاعتماد على معادله السرعه اللي هي في دو تي هي ناقص 0.25 سينوس ديال دو بي، دو بي فوا فوا تي. وشنو هو التعبير الحرفي اللي لقينا حنا عاوتاني؟ لقينا ان التعبير الحرفي ديال في تي هو ناقص اكس ماكس دو بي على تي زيرو سينوس دو بي على تي زيرو تي زائد في. اذا عندما تؤول تي الى صفر شحال غيساوي لنا هذا الشيء؟ هذا التعبير هذا اللي في هذا الفوق، عندما تؤول تي الى صفر اذا ما عنديش سرعه بدئيه، يعني هنا غتساوي زيرو. مزيان، هنايا شحال؟ هي ناقص 0.25، ناقص 0.25 في السينوس ديال زيرو. وفي السطر الثاني عندما تؤول تي الى زيرو حتى هي زيرو، ناقص اكس ماكس هذا كيبقى كله ناقص اكس ماكس دو بي على تي زيرو سينوس. الى عوضت هنايا بزيرو صفر فهاد الشيء هو زيرو، كتبقى ليا شنو؟ سينوس ديال في. كندير نفس الحاجه بالمماثله، صفر هي زيرو يساوي يساوي، وهاد صفر ناقص 0.25 هي هادي، والسينوس ديال زيرو هو السينوس ديال في. شحال كيساوي السينوس ديال زيرو؟ هو زيرو، يعني ان السينوس ديال في هي كذلك صفر. اذا سينوس ديال في تساوي زيرو، يستلزم ان في تساوي صفر. وحنا لقينا التعبير ديال في. نمشيو للسؤال الاخر اللي هو هذا، جاوبنا عليه. تحقق ان قيمه صلابه النابض هي ك، حطوا الدرس مباشره، يعني هي دو بي جذر ان على ك. حنا بغينا هاد ك هادي، سيرتو ان راه ان كاين عندنا. شنو غادي ندير؟ غنجيب دو بي لتحت، غتساوي دو بي تي على دو بي هي جذر ام على ك. من بعد غادي ندخل في ثانية، غتساوي تي زيرو او كاري على 4 بي او كاري، كتساوي ام على ك. شنو بغينا؟ بغينا الصلابة ديال النابض، قاعدة الثلاثية، ام في 4 بي او كاري مقسومة على تي زيرو او كاري. ام شحال هي؟ هي 255، 255 مضروبة في 4 بي او كاري مقسومة على 1 والسدنان. نشوفوا شحال غادي يبقى، 255 مضروبة في 4. هنا عطاونا القيمة ديال بي ولا ما عطاوناش شي مؤشر على بي والسدنان؟ طيب إذا هي 4 بي والسدنان مقسومة على 1، إذا هي 10066. هاد 10066 قيمة كبيرة شوية. إذا الغلط اللي كيديروه بزاف ديال الشباب هو أنهم مكيردوش البال للوحدات، إذا نصحكم تاخدو البال للوحدات وتحولوا هاد الكتلة إلى الكيلوغرام، مكتحسبش بالغرام، إذا غادي نحولوها للكيلوغرام. باش نحول من الغرام للكيلوغرام كنضرب في 10 أس ناقص 3، كنضربو في 10 أس ناقص 3، إذا هي 255 مضروبة في 4 بي أس 2
255 في 10 أس ناقص 3 بقينا هنا 10.066 10.066 نيوتن بار متر. وهذه هي الصلابة ديال الناقد ك. نمشيو الآن لآخر سؤال اللي هو حدد تعبير قوة الارتداد F المطبقة من طرف الناقد على الجسم الصلب عند اللحظة 0.5 ثواني. شنو هي قوة الارتداد؟ دابا أنا هذا الناقد هذا اللي كنسحبو كنطلقو كيرجع بواحد القوة F. هذيك القوة F هي قوة الارتداد. إذا كنلاحظوا أن هذه القوة F غادي في منحك معاكس مع X، يعني أن التعبير ديالها غادي يكون سالب. إذا التعبير ديال قوة الارتداد F هي شنو؟ هي ناقص K مضروبة في XE اللي هي ناقص K. شنو هو التعبير ديال X؟ هو X ماكس كوسينوس دو بي على تي زيرو تي زائد في هذا الشيء كله متجهيا اللي هي اي. اذا التعبير ديال قوه الارتداد شحال لقينا في ناقص ك هي ناقص 10. اذا ناخذوها ناقص 10 اكس ماكس شحال هنا هي اكس ماكس هي 4 × 10 ناقص 2 كوسينوس دو بي حيت تي زيرو لقينا فيها واحد مضروبه في تي عند اللحظه 0.5 ثواني في لقيناها كتساوي 0. هادشي كله اي اللي هي ناقص 10 4 × 10^2. الى حسبنا هادشي كله غنلقاو كيساوي ناقص 1 مع هاد ناقص غتولي موجبه. اذا هي ناقص هي 10 × 4^2 اي 10^4 = 40 × 10^2 اي. وهذا هو التعبير ديال قوه الارتداد اف. اذا كيف ما شفتوا ان الامتحان الوطني كان في المستوى كان سهل، ما فيهش شي اسئله اللي صعيبه بزاف، فقد يحتاج قليل من التركيز. بالتوفيق لجميع الشباب ديال البكالوريا، الله يسر لكم جميعا. الى عجبكم الفيديو ولا عجبكم المحتوى ديال هذه القناه، ما تنساوش انكم تشتركوا وتبارطاجيو الفيديوهات مع اصحابكم. تحياتي.